in diesem Jahr schon zum vierten Mal austauschen. Nach Treffen in Kairo und New York gibt es heute Ihren Besuch bei uns in Österreich. Wir wissen das sehr zu schätzen und ich darf mich auch gleich für die gute Zusammenarbeit, die wir zwischen Ägypten und Österreich haben, bedanken. تمكنا اليوم من توقيع 10 مذكرات تفاهم في مجالات متعددة في التعليم والبحوث والتقنية والكثير من الأمور ومنها التبادل العلمي. فهناك أكثر من 600 شركة تعمل في مصر، ومصر واحدة من أهم الشركاء التجاريين في أفريقيا والشرق الأوسط. وأريد كذلك أن أعبر عن مدى تقديري للإصلاح الاقتصادي الجاري في مصر، وهذه الحركة والديناميكية التي تحدث في مصر تحت قيادتكم فخامة الرئاس. ونحن على قناعة بأن هناك الكثير من الإمكانات والطاقات الكامنة التي يمكن أن نتعاون بشأنها في مصر، وهناك كذلك اهتمامات مشتركة بين الدولتين مصر والنمسا في هذا الصدد. وأشكر فخامتكم كذلك على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية. فمصر والاتحاد الأوروبي كانت لديهم مباحثات جيدة للغاية في هذا الأمر، وهي مباحثات مكثفة، بل الآن تؤكد مصر أنه أن الأشخاص لن يخرجوا من مصر بشكل غير شرعي إلى أوروبي، وهذه حقيقة في أوروبا مؤكدة. في إيطاليا لم ترد أو يعني يصل إلينا المزيد من المهاجرين، وهذا يساعد أيضا في إرساء المزيد من الاستقرار هنا في أوروبا. وأن هذا يعني أنه هناك بعض من تدمير الخطوط المهربي البشر، وأن هذه الحركة إلى أوروبا بصدد الانتهاء في البحر المتوسط. أشكركم شكرا جزيلا فخامة الرئيس على هذا التعاون وكل أنواع التبادل الذي تحدثنا فيها، حتى في الأمور التي نتفق عليها أو لا نتفق عليها. سعيد للغاية بهذا اللقاء، وأعتقد أن هذا منطلق جيد لترسيخ العلاقات ومزيد من التعاون على كافة الأصعدة والمستويات. شكرا جزيلا فخامة الرئيس على زيارتكم للنمسا، شكرا جزيلا على المشاركة في منتدى الأفريقي الأوروبي غدا، وكذلك في يوم 24 و25 فبراير القادم سيكون هناك ملتقى ما بين الاتحاد الأفريقي و Ich danke für die gute Zusammenarbeit. شكرا سيد المستشار سيباستيان كورتس، واسمح لي وقبل ما اتكلم ان انا اوجه كل التحيه والتقدير للشعب النمساوي الجميل والعظيم، وكمان اشكر كل المصريين اللي انا يعني كان استقبالهم ليا سواء كان امبارح او النهارده في درجه حراره ناقص 2 وناقص 3 لساعات طويله. ده امر الحقيقه مقدر ومحل تقدير شديد، وشكر وامتنان مني شخصيا افتكر، ومن كل المصريين اللي في مصر، على ان احنا ندي الرساله ديت في النمسا بالاستقبال دوت. انا بشكر فخامه السيد المستشار كورتس على حسن الاستقبال وحفاوه والتكريم اللي انا قبلت بيه هنا. والحقيقه احنا تحدثنا في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكان في توافق كبير فيما بيننا بشان هذه الموضوعات. وانا اسمحوا لي اقول ان احنا بنعتبر هذه الزيارة هي نقطة انطلاق لمزيد من العلاقات بين البلدين، لأن احنا اللجنة المشتركة الحقيقة ما كانت منذ 2010 لم تنعقد، وبالتالي النهاردة بلقائنا ده وبالاتفاق على ان احنا نعقد اللجنة المشتركة خلال الفترة العام القادم 2019 حتى يتم صياغة الموضوعات اللي احنا هيتم التعاون فيها بين البلدين فيها. تكلمنا عن التعاون في التعليم والتعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية اللي ممكن نعملها بين البلدين، وتكلمنا في الموضوعات الخاصة بالمشاكل الموجودة في المنطقة عندنا. وفي توافق كبير جدا على ان احنا الاستقرار والامن في منطقة المتوسط وفي الدول اللي هي بتشهد مشاكل مهم جدا جدا انها
هذه الدول تستقر وتعود مرة أخرى، لأن احنا إذا كنا بنتكلم على أن في تأثير مباشر لحالة عدم استقرار هذه الدول على الأمن والاستقرار في أوروبا، يبقى لما نتكلم على الهجرة غير الشرعية على سبيل المثال كأحد أهم العناصر اللي بتؤثر على الاستقرار والأمن في أوروبا وفي المتوسط على كل حال، وإحنا في مصر كان لنا التزام أخلاقي والتزام إنساني قبل ما يكون التزام أمني تجاه المهاجرين أو اللاجئين غير الشرعيين. وإحنا قلنا قبل كده إن إحنا في مصر لدينا ما يقرب من 5 ملايين لاجئ لم تقم مصر لا بالمزايدة عليهم ولا بابتزاز أي حد بشأنهم. إحنا عملنا معهم على إن هم مواطنين ومن حقهم إن هم يعني إن هم يجدوا فرصة. والحقيقة إحنا في مصر 5 مليون اللي بنتكلم عليهم دول و 11,000 خلال العام 18 وصلوا موجودين عشان لم نسمح لهم إن هم يتحركوا في اتجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد، وأنا بقولها بكل التقدير لكل أجهزة الدولة المصرية اللي عملت ده عشان تمنع أي قارب يتحرك من مصر يحمل لاجئين أو حتى الحدود البرية في اتجاه أوروبا، زي ما قلت في إطار التزام إنساني وأخلاقي، لأن احنا لم نسمح لأن الأفارقة أو اللاجئين يخرجوا من مصر يكون مصيرهم الفقد في البحر. ده التزام احنا ما نقدرش نتحمله أمام الإنسانية وأمام التاريخ. فأنا عايز أقول إن احنا فيما يخص هذا الموضوع تحديدا مصر بتبذل جهود ضخمة جدا جدا. الملايين اللي موجودة عندها في مصر موجودة ليست في معسكرات، وأنا بقول لكل الناس اللي بتسمعنا وهتسمعنا الملايين اللي موجودة في مصر هي بتعيش وسط المصريين ويقدم لهم ما يقدم للمصريين. فأنا عايز أقول دي نقطة أحد الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها. الموضوع التاني اللي احنا تحدثنا فيه هو الإرهاب وتأثيره المدمر على الاستقرار والأمن في المنطقة وعلى شعوب المنطقة بالكامل. وقلنا يا ترى الإرهابيين أو المتطرفين اللي هيتحركوا من مناطق النزاع هيروحوا على فين؟ يا ترى هنستقبلهم في بلادنا وتأثير ده على الأمن والاستقرار إيه؟ ولا هنسمح لهم إن هم يتحركوا إلى مناطق هشة أخرى ومن هذه المناطق يتجمعوا مرة تانية وينطلقوا بعمليات إرهابية تؤثر على أمننا واستقرارنا جميعا. أنا بشكر مرة تانية السيد المستشار كورس على الاستقبال وعلى المباحثات الإيجابية وعلى التنسيق والتعاون اللي احنا اتفقنا عليه، خاصة ان احنا مصر يعني ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي اعتبارا من عام 2019، وبالتالي محتاجين ان احنا ننسق فيما بيننا بشأن هذا الموضوع. شكرا سيد المستشار وشكرا جزيلا. شكرا.